أنا محمد المدن ساكن في دوار الحرش قيادة بني قرفط دائرة مولاي عبد السلام مشيش. اليوم الحمد لله رحنا جينا مشاركين في هذا المهرجان الدورة 2024، جينا هنا باش نشاركوا ورحنا الحمد لله كل احنا اليوم هذا العام منظمين الحمد لله، العام هذا منظمين وهنا بنا عندنا 170 بهيمة يعني 27 فرقة، وجينا البارح كان الافتتاح واليوم عندنا الحمد لله الصغرى وعندنا اللعبة ديال الماطا وعندنا المعرض وعندنا كل شيء الحمد لله. واش يمكن تقولنا على اليوم الافتتاح اللي تقدموا فيه الخيارة هذا العام، واش كيتميزوا بشي مشاركات مختلفة على السنوات اللي فاتوا أو كاين شي مشاركات نوعية؟ كاين دابا هذا العام نوعنا، درنا قرعة ونقصنا من البهايم بزاف، يعني عملنا خمسة من الفرقة نقصنا حيت عندنا 10، اليوم درنا خمسة من الفرقة باش كنخفوا باش الناس كتفرج تدي علينا نظرة مزيانة، وكل فرقة تشبر ماطا ولعب بها وتهرب بها باش كيجبدوا ديك التاريخ كيف كنا كنلعبوا بها قبل ما تطور. دابا اليوم الحمد لله تطورت وغدا ان شاء الله غادي نشاركوا ثلاثة الخيل من الفرقة. انت دائما من بدا المهرجان وانت كتحضر من 2007 وانا كنشارك هنا، يعني من بدا المهرجان وانت كتشارك انت الدورة 12. ايه بدات. شنو يمكن تقول لنا هذا العام هذا كاين شي ميزة مختلفة شفتيها شي زايدة على المهرجانات السابقة؟ الحمد لله هذا العام كاين النظام، هذا العام كاين النظام، جابوا لنا الامن اللي تعاون معنا وجابوا لنا السلطة وجابوا لنا الخزاين وجابوا لنا يعني موفر لنا كل شيء هنا الحمد لله.